لبسه للشماغ إذا نشره على أنه إزار ورداء هذا ليس من لباس الشهرة، لأنه أصلا ليس لباسا معتادا، من رأى سيعرف أنه محرم. ثم أيضا نحن سنستفيد فائدة، ما هي؟ أن ذلك الوهم الذي علق في أذهان كثير من الناس يزول. بعضهم يظن أن الإحرام هو فقط بالإحرام المعروف، لا، هنا استفدنا فائدة. فإذا سئل أو نظر إليه فليقل لمن نظر إليه: إنما فعلت ذلك لأني محرم، والمسألة فيها كذا وكذا وكذا، حتى يتبين للناس العلم الشرعي. فقد توضح بفعلك العلم الشرعي أعظم من توضيحك العلم الشرعي بالكلام. فإذا قدر الله عليك مثل هذا الأمر فهنا يتعين عليك أن تتقيد بما جاء به الشرع، ولا تقدم على فعل محظور من محظورات الإحرام. ثم ولله الحمد كلها فترة وجيزة، ثم إذا بك تجد إزارا ورداء آخر.